ايه ده؟ اختك جلسة اوي اوي. هجيبها هجيبها. ريه ريه مفيش حاجة بحرف الريه. لقيت رغم السكات اللي ساكن كلامنا، رعشة ايديك لحظة سلامنا، رغم انهزامنا وانقسامنا، هيفضل هوايا في عشقك يطوف لو بس قرب، هتقدر تشوف. كل مرة اخد لقربك خطاوي، كم مرة صوتي يعلي الغناوي، كل ما اجيلك مغامر وناوي، الاقيني برجع لقبل الوصول، واقول بس بس سين سين. يلا انت. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي وعمري. في ايه؟ ما بحبش الأغنية دي الصراحة. ولا أنا. بتفكرني بطابور المدرسة الصبح يوم عيد الأم، أسوأ يوم بيعدي عليا في السنة. كان بابا بياخدنا محل الهدايا اللي جنبنا هنا عشان نجيب هدايا للمدرسات بتاعتنا، نديها لهم تاني يوم الصبح في المدرسة. نبقى واقفين في المحلات، كل العيال اللي قدنا مع باباهم ومامتهم بيجيبوا هدايا للمدرسين، واحنا واقفين محتاسين مع بابا مش عارفين نجيب ايه. كل الناس ماشية بورد، واحنا رايحين جايين رايحين جايين، مش عارف كمية الورد دي. يا جت على الورد، كل الأفلام اللي في القنوات وكل الأغاني اللي في الراديو، تحسي كده إنك محاصرة. مفيش سنة بتعدي ومعيطش في اليوم ده. بس للأسف بقى ست الحبايب مشيت وسابتنا، كنا محتاجينها أوي. يا جماعة في إيه؟ هتقلبوها دراما ولا إيه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. أنا آسفة بجد يا طاهر، ما كنتش أعرف. هي طنط ماتت إزاي؟ وهي بتولد مصطفى. إزاي؟ كمان ما نتكلمش في الموضوع ده؟ هو قضاء وقدر ولا غلطة الدكتور؟ غلطة الدكتور. ربنا ياخده. كده مراد يزعل. هو مش ده الدكتور جاركو؟ بابا لينا و أبو محسن؟ لا ده أنت فعلاً ما شفتيش تربية بقى. أنت اللي قليل الأدب. إيه اللي بتقوليه ده؟ لا لا اسكتي خالص. هو إيه اللي اسكتي؟ هو اللي قال أدبه الأول، وبعدين أنا بتكلم عادي. بتتكلمي عادي برضه بتاعت السنتر وخالد الشمال؟ إيه ده في إيه؟ اطلعي على فوق يا ليلى. هي مين لينا اللي بتتكلمي عليها دي معلش؟ حبيبة مراد. الكلام ده حقيقي؟ وأنت مالك أصلاً؟ حياة أمك لزعلك. احترم نفسك ورد عليا. الكلام ده حقيقي؟ انت مالك اصلا الكلام ده صح ولا لا؟ بعدين بقى نتكلم يا طه، وانت خليت فيها بعدين؟ بتشتغلنا وتقول بعدين؟ ازاي يعني يا مراد؟ هو ايه ده ازاي؟ وانت مالك اساسا؟ لا مالنا ونص. ممكن تسكت دلوقتي؟ والله العظيم لو افضحك. على فكره كل اللي بيقولوا كده. انت تعرف البت دي من امتى؟ بقول لك يا طاهر مالكش فيه. تحب تشربي حاجه؟ ممكن. الحقيقة بابا لو بيتخانقوا هو مين ده يعني مالكش فيه؟ لا 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 يا مخيم يا ابوي بس يا بس انت الاثنين يلا بس انت الاثنين يا ابني سيبه يا جماعه سيبه يا ابني سيبه في ايه بس 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 في ايه فهمني في ايه حد يرد عليا الاستاذ بيشتغلنا الاخ مصاحب بنت سالم سالم مين اللي موت امي بطل يا ابني افهم بقى الكلام ده صحيح وايه المشكلة يا بابا؟ طب اتفضل اطلع اوضتك وبعدين نتكلم. أنا مش هتكلم بعدين، أنا حر واعمل اللي أنا عايزه. اطلع اوضتك. بنتك ماشية مع الواد الشمال ابن صاحب السنتر. أنت مش متربي. كداب يا ماما. أنتِ تخلصي خالص. يلا، كل واحد على اوضته، يلا. يلا كلكم. اطلعوا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية
بتبدأ من 150 جنيه.